قدام ابو داود رجع على الخلف لوحيد. وحيد يلعبها وقصير يشيلها صالح اليحيى. صالح اليحيى يلعبها لماجد وماشي ماجد ويلعبها وجول. هدف هدف ماجد، هدف الاول في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. هدف ويسجل ماجد. شوفوا لاحظوا إعادة لاعب البطيء، يلعبها ماجد أحمد عبد الله وأرضية ومن تحت يد المترو معلنة الهدف الأول.